لرامي الجنيدي. أربع ينهي الربع بالتعادل بثلاثية غريبة بعض الشيء، أربع ثلاثيات لرامي الجنيدي، 12 نقطة كابتن معتصم لرامي الجنيدي لوحده. يعني لازم يكون في حديث بالنسبة للمدرب توماس منتخبنا الوطني بأنه ينتبهوا من رامي. رامي موفق اليوم، لازم في انتباه له. هلأ بديش أحكي أنه بس رامي اللي عم بيكون السبب بإحراز الثلاثيات، لأنه فريقه عم بيساعده، يعني عم نشوف فيه بنتريشن عم بيكون كتير قوي، وإخراج الكيك أوت باس لرامي وبيحرز الثلاثيات. فأنا باعتقادي شوي الدفاع لازم يكون أصلب من هيك بالنسبة لمنتخبنا الوطني، لأنه إذا بضل الدفاع بهالطريقة يعني لا عم نلم الريباوند والبنتريشن عم بيكون سهل للمنتخب المصري، وثلاثيات سهلة بالنسبة لرامي الجنيدي. فأنا الحل الوحيد إذا بدنا نفوز مباراة اليوم إنه نلعب دفاع كتير قوي، نركز على مفاتيح اللعب تاعون المنتخب المصري وخصوصا رامي الجنيدي، ونمنع البنتريشن بأي طريقة. كابتن معتصم، أيضا في هناك لاعبين متميزين في المنتخب المصري أمثال مؤمن أبو العينين لم نرى، وأيضا رامي إبراهيم. يعني هدول اللاعبين راح نشوفهم أكيد، بس يمكن مش بالكوارتر الأول. المنتخب المصري عنده مفاتيح لعب آخرين وعنده خيارات على البنش، بس راح يستغلهم بالوقت المناسب عشان يعمل موازنة ويحتفظ فيهم. مؤمن كمان هو لاعب مميز بالثلاثيات، وأعتقد أنه راح يحتاج المدرب بوقت آخر، زي ما شفنا إشراك وائل بدر أيضا كان له دوره. فالمهمة قدام منتخبنا اليوم مش سهلة، لازم يركزوا الشباب. بعد لحظات ينطلق الربع الأول، والنتيجة تشير إلى تعادل المنتخب الأردني مع المنتخب المصري 24-24. وكانت ثلاثية رامي الجنيدي في آخر الربع الأول مع آخر الثواني رائعة، أربع ثلاثيات لرامي الجنيدي. رامي الجنيدي يحمل الرقم 6، دخول رامي إبراهيم من المنتخب المصري. تشكيلة المنتخب الأردني: سام داغلاس، أنفر، علي جمال، زيد عباس، زيد الخاص. هذا هو اللاعب رامي الجنيدي، وتصويب اليوم رامي يعني كابتن معتصم موفق بطريقة غريبة، يعني بأوضاع صعبة يحرز نقاط. يعني أنا دائما معك بالرأي، بس هلأ بخالفك بالرأي، بقول لك مش بس اليوم رامي دائما متوفق. يعني رامي لاعب بيلعب مباريات كبيرة، وزي ما قلت لك مباريات سابقة لما تيجي المباراة الكبيرة رامي بيكون جاهز إنه يؤدي أداء رائع. أنا باعتقادي لازم الانتباه. هلأ اللي لاحظته إنه سام دوغلاس اللي ماسك رامي، وهي فيها شوية خطورة. ليش؟ لأنه منتخبنا بيحتاج سام وبيحتاج جهده كمان، فممكن يأثر إنه بالدفاع، يمكن رامي يكسب أخطاء من سام. فأنا بفضل إنه يمسك رامي لاعب من اللاعبين المميزين بالدفاع، واللي فيه أوبشن إنه يتبدل. يعني سام هو قائد للفريق، وإذا صار عليه أخطاء راح نخسره. نقطتين غير محتسبات لعلي جمال، وكرة إدخال، والخطأ الشخصي على لاعب المنتخب المصري، الخطأ الشخصي الأول على اللاعب، أو الخطأ الشخصي الثاني على اللاعب رقم 14 محمد الكرداني. سام داغلاس، عملية الدخول من سام داغلاس إلى زيد عباس، زيد الخاص تحت السلة، زيد، سام داغلاس، تصويب سام داغلاس، وتيرن أوفر، و تذهب الكرة لمصلحة المنتخب المصري. التيرنوفر عالي أخ حاتم، يعني شفنا أكثر من تيرنوفر للمنتخب الوطني الأردني. لازم يصير في تركيز، تيرنوفرز بمباريات صعبة يعني ما بصير تنعمل، لأنه بيستثمرها اللاعب بطريقة، أو بيستثمرها المنتخب الخصم بطريقة قوية، والمنتخب المصري مش هالفريق اللي ينعمل ضده تيرنوفرز. النتيجة تشير إلى تقدم المنتخب المصري 28-24، الفارق أربع نقاط، والمنتخب الأردني تيرن أوفر أيضا رابعة، ومخالفة المشي على المنتخب المصري بشكل غريب، يطلب وقت مستقطع المدرب الأردني توماس.
وقت مستقطع كابتن معتصم، ماذا يجري في احداث الربع الثاني؟ دفاع الزون اربك منتخبنا، يعني زي ما قلت لك دفاع الزون ممكن يعطي مجال لمنتخبنا انه يشوتوا الثري بوينتس ويتوفقوا، بس مش راح يكون لمدى طويل، عرفت كيف؟ فهم حدوا من خطوره البنتريشن وعرفوا مفاتيح اللعب عنا، انه كثير لاعبيننا اقوياء ضد المان تو مان ومهاراتهم الفرديه عاليه. فاللي لاحظته انه دفاع الزون نجح فيه المنتخب المصري. انا باعتقادي انه المدرب الاردني هلا بعد الوقت المستقطع راح يكون عنده حلول اكيد لضد الزون، وراح يختار كمان تشكيله او يعمل بعض التبديلات لاشراك بعض من اللاعبين الشويته. بس كمان بنفس الوقت يعني حتى لو المنتخب المصري عم بيلعب زون، لازم منتخبنا يوصل الكرة للإنسايد، لأنه لما يوصل الكرة للإنسايد راح يصير في فراغات بالخارج القوس، ممكن كابتن نكسب فاولات. يعني محمد الكنداني عليه فاولين، لاعب مهم في المنتخب المصري. والحل الوحيد دائما ضد الزون مش الشوتينج، يعني ممكن البنتريشن يصير او تنزل الكره للاعبين البوست يلعبوا، لما يصير يضموا عليهم المنتخب الخصم او المنتخب المصري بيقدروا يطلعوا الكره للخارج. اما احنا عم نشوف الطابه بالمنتخب الاردني عم بتلف حوالين القوس، وبالاخر عم بصير في شوته، وهذا مش الحل الانسب لكسر الزون. ينتهي الوقت والمستقطع، وايضا كره مقطوعه من المنتخب المصري عن طريق اللاعب رامي الجنيدي، انشط لاعبي المنتخب المصري، إلى سام داغلاس ورامي الجمال بمراقبة صانع العاب المنتخب الأردني سام داغلاس، وتمريره أيضا بالخطأ كابتن معتصم. يعني عم نشوف تيرنوفر تيرنوفر تيرنوفر، باسات المنتخب الوطني عم بتكون كتير مكشوفة، وأعتقد زي ما بحكي لك التيرنوفرز بالمباريات النصف نهائية والمباريات النهائية هي عامل كتير سلبي، ما بصير. يعني لازم في تركيز اعلى من هيك، واحنا عم نحكي عن مباراه قبل نهائي. هلا مرات كثير بصير في توتر او ضغط من قبل اللاعبين، فانا بفضل انه يصير في ريلاكسيشن. يعني هلا التبديل اللي حصل اعتقد انه تبديل صحيح، يعني وسام دخل بدل من سام، يعني شوي في ضغط عم بيكون على سام، خلي سام يشوف الملعب من برا، وسام كمان هو لاعب رايق وببطئ اللعب شوي، فأنا بعتقد إنه راح يخلي جو المنتخب الوطني شوي أروع، وحتى لما يرجع سام بعد ما يشوف الملعب من برا راح يخلي الجو يعني يصير في ثقة أكثر وفي لفة كرة أحسن. نتمنى للمنتخب الأردني العودة إلى اللقاء، والنتيجة نذكر بأن المنتخب المصري يتقدم على المنتخب الأردني 28-24، وهجوم سريع عن طريق وسام قصوص الى زيد عباس، زيد عباس ونقطتين لزيد، الفارق الان اصبح نقطتين للمنتخب المصري 28-26. والبدر يجب مراقبه اللاعب رامي الجنيدي، والبدر الى رامي ابراهيم، عمليه الدخول من رامي، الخطأ الشخصي الأول على اللاعب وسام السوس، والخطأ الشخصي الثاني تقريبا على الفريق الأردني أو المنتخب الأردني، دخول اللاعب رقم 5 مارك نادر من المنتخب المصري، مارك نادر في عملية الدخول، مارك تحت السلة وأيضا نقطتين بشكل رائع يضع وسام السوس الى انفر. طبعا كابتن حاتم عم نشوف في تغيير بدفاع المنطقه، تحول من 2 3 او 2 3 ل 3 2 بالنسبه للمنتخب المصري، حتى يخلي لاعبينه يفردوا على خط ال 3 بوينتس، وهي فرصه لمنتخبنا انه ينزلوا الكره الى الداخل لزيد الخص او لعلي جمال، لانه بصير في عندهم فرصه للعب الهاي للبوست او للبنتريشن. رامي الجنيدي، رامي الجنيدي الرباعيه الخامسه للاعب رامي الجنيدي، 17 نقطه، يعني يجب مراقبه هذا اللاعب، لاعب نشيط وخطر على المنتخب الاردني رامي الجنيدي. زيد الخاص الى اللاعب زيد عباس، عمليه الدخول من زيد عباس، وايضا متابعه من زيد عباس، وقطع الكره دائما
من رامي الجنيدي الى وسام الصوص، عملية الدخول وبلوك شوت رائع من محمد علي جمال الى زيد الخص. زيد الخص يعود الفارق الى 3 نقاط 33-28 مع تقريبا انتصاف الربع الثاني، انتصاف الربع الثاني 33-30. مباراة تقريبا قوية بين المنتخبين لحساسية هذا اللقاء. الفائز يتأهل للمباراة النهائية.